ماتش السوبر الافريقي الاخير للاهلي والزمالك، كنت متوقع ان الزمالك هيكسب ولا كانت مفاجاه بالنسبه، او يعني طبقا للظروف والكلام اللي اتقال يعني فاجئت ان الزمالك كسب؟ هي الناس قعدت تقول انه الاهلي هيكسب وانه الاهلي افضل. لا، هي ماتشات الاهلي والزمالك ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش توقعات دايما يعني. 50 لكن 50. طبعا كل الناس كانت بتقول كده، كانت بتقول ان الاهلي هيكسب، وده نتيجه حاجه واحده، نتيجه بس ان الاهلي كاداره وكنادي مقفول عليه وماشي في سيستم. اما الزمالك كان عنده مشاكل كتير بره الملعب، عنده مشاكل كتير، فاكيد المشاكل دي بتوصل لفريق الكوره. فاكيد كل الناس توقعت ان الزمالك هيخسر بسبب الحاجات اللي بتحصل بره، يعني بره الفريق، اللي هي المحيطه بالاداره، اللي هي الشكاوي والمشاكل اللي عندهم. طبعا عموما طبعا. الزمالك كسب المباراه ليه؟ الزمالك كسب المباراه ليه؟ عشان دي مباراه كره قدم، يعني اللي بيجتهد، اللي بيكون مركز اكتر، اكيد التوفيق بيبقى معاه. والزمالك الزمالك كان افضل بكتير بكتير. وبعدين المدرب بتاع الزمالك جوزيه جوميز، انا كلاعب لما شفت التشكيل اتضايقت منه. اتضايقت ليه؟ لان انا عايز اكسب. يعني انا افضل كنت مثلا العب بمحمد شحاته جنب دونجا عشان اقفل الملعب، لان برضه انا بلعب الاهلي فريق كبير. فهو عمل حاجه اللي هو لعب بناصر وعبد الله السعيد، فكان فاتح الملعب يعتبر. بس ده برضه عشان حاجه، عشان لعيب برضه لازم نديله حقه. دونجا ما شاء الله بدنيا وفنيا بيشيل نص الملعب لوحده. يشيل نص الملعب.